خلصت السنة خلصت الواحدة وعشرين اللي كانت متحورة من الألفين وعشرين. شو هيدي السنة قطعت بسرعة كتير مع انه قضيناها ناطرين بالطوابير. فينا نختصر هالسنة بكم تعبير، قدي الدولار اليوم الف غليت كتير، هلأ هول بميتين الف سوري مدول بنزين، عم بعمل باسبوري خايف من الفاكسين، سوري الدواء مقطوع عشر ساعات تقنين، خيي ما عم تجي ليه فاتورتنا خمس ملايين وتعابير وتعابير، بس نحنا مهضومين، عملنا اوبن بارتيز عترومبيت البنزين، وتتعب بعشرين بالنطرة بتصرف اربعين، نحنا وناطرين بتوابير مزلولين، العالم نايمين عبلكين فطسانين، زعما نايمين ومهربين ملايين، والدولار قطعت بتل عشر تلاف، قلنا ما ممكن يصير اسوأ كنا متفائلين، صار 13 فقلنا بكرة بالسيف بينزل بس يرجعوا يصرفوا المغتربين، صار 18 بالسيف قلنا مضمونة، شوف بكرة كيف بيقشط بس تتشكل الحكومة، وفجأة اجت حكومة دولار نزل كان طالع، أول وزير خبرنا عن الضفادع رجع قطع العشرين، طار مثل عصافير يلي خبرنا عنه رجع تاني وزير، ونشيل الدعم من بعد درس وتفكير، وصاروا الأساسيات أحلام عند الفقير، بلا حفاظات ومحارم هالتفاصيل، استعمل شي شقفة ورجع حطها بالغسيل، الوزير اللي كان يربح الناس ملايين قلب البلد حلقة مسامح كريم، وعن التعايش عملنا عرس حضاري، على الطيور احتفلنا سوا وفرقعنا، ذكرنا العالم كله انه اجباري يحترم ثقافتنا العالية هيدا موقعنا، وعلى الاعياد اجت الضربة القوية، شجرة معزينة بدون كرد وميزانية، صرنا نتلبك بس حدا يجيب لنا هدية، ولك حتى على الواتساب ما بنسترجي نبعت عيدية، تتكون السنة توب مع لي باردون، رجع بين كورونا هيدي المرة اوميكرون، قطع سنتين هيك فجأة نمت وغفيت، مثل الايفون مغير فيهم شي بسيط، فان شاء الله السنة الجاية 2022 ما تكوني بليز مثل 2022. لتحضر كل برامج الـ LBCI زور موقعنا على www.lbcgroup.tv.